أهلا فيكم من جديد مشاهدينا. هذا المقطع الدبكي اللي شاهدناه حاليا هو دبكي من مدرسة بنات بيت لحم الثانوية اللي شاركت بالأمس في الاحتفال الذي أقيم على شرف إعلان نتائج الشركات، مسابقة الشركات الطلابية لعام 2019. هذه المسابقة هي اللي بتنظمها سنويا شركة إنجاز فلسطين، بتم المشاركة فيه من تمت المشاركة فيه من 8 محافظات، يعني بنتحدث عن 8 شركات طلابية تمت أو 10 شركات طلابية عرضت طبيعة هذه الشركة وما تقدمها أكيد من خدمات أو حتى من منتوجات. في شيء مميز كان السنة نورة أنه السنة شاركت القدس ومدارس القدس بهذه المسابقة، واللي فازت كمان مدرسة مقدسية، وهذا الإشي أكيد بيأكد كمان وحدة وطننا وشعبنا، وأيضا شو بنقدر نقدم من فلسطين من أعلى الجليل وحتى أم الرشراش من غزة الأريحة والقدس عاصمتنا الأبدية. خلونا نرحب بضيوفنا بالاستوديو، الأستاذة رانيا قتينة المدير العام لمؤسسة إنجاز فلسطين. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. وأيضا الطالبات الحاصلات على المركز الأول من مدارس القدس، يمنى أبو رميلة مديرة المبيعات في شركة فرصة، ورغد محسن مديرة التسويق. يسعد صباحكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، مبارك كمان فوزكم بهذه المسابقة. وإحنا كمان حابين ندخل وندخل المشاهدين بتفاصيل الأجواء اللي كانت بالأمس. خلينا نشاهد مقاطع من الشركات الطلابية اللي عرضت وتحدثت عن شركتها بالأمس. البنات، المنتج جهاز إنذار يستشعر النقص في الأكسجين في الأماكن المغلقة، تدريب المتطوع بهاء التكروري من شركة تمكين لتقنية المعلومات، والمتطوعة مريم دوفش من شركة ماضي للحلول التسويقية. أثر البرنامج علي بشكل كبير، من ناحية شخصيتي اتطورت ونمت بشكل كبير من خلال التجارب وإدارة الشركة والتدريبات المكثفة اللي حصلنا عليها. بنيت علاقة كاملة مع جميع فئات المجتمع من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الإذاعية اللي عملناها. مدرسة دار الطفل العربي، المنتج تطبيق اقتصادي اجتماعي يوفر مهمات وأعمال إضافية للموظفين داخل الشركات، تدريب المتطوع أحمد الشريف من شركة التوريدات والخدمات الطبية. أنا من الناس اللي كان كل توجههم لمجال الطب، دراسة واطلاع وتفكير إنه بس كان طب. برنامج شركة طلابية، أول برنامج قدر يغير من صورة النمطية عن الطب، خلاني أبدأ أفكر بمجال البزنس، لوصلت لمرحلة إني قررت أدمج بين الطب والبزنس. شركة فن للمشغولات الخشبية، مدرسة ذكور سلفيتي الثانوية، المنتج تصميم وإنتاج قطع خشبية بتصاميم ذكية تواكب الحياة العصرية، تدريب المتطوع مالك شقور من شركة هاردود فواز شحادة. أثرت الشركة على نفسي، زادت ثقتي في نفسي وكسرت حاجز الخوف عند الحديث أمام الناس، وعلمتني كيف أعمل كيف أسس الشركة وعن آلية عمل الشركات، وانصح الشباب المنجيلي إنهم يبلشوا بمشاريعهم الخاصة. يعني كانت هذه نماذج من بعض الشركات الطلابية، وياريت لو معنا الوقت الكبير إنه نعرض كل هاي الشركات اللي قدمت إنجازات مميزة. بنبدأ مع الأستاذ رانيا قتينة المدير العام لمؤسسة إنجاز فلسطين. يسعد صباحك أول شيء، ومبروك الإنجاز من إنجاز. يعني إحنا تعودنا عليكم وصرتوا جزء دائم بمحطاتنا الفلسطينية التعليمية التثقيفية، وأيضا اللي بتعطي كمان لمسة إبداعية. نحكي عن مسابقة والمسابقة الطلابية للعام 2019، وشو الجديد اللي كان هذه السنة. مؤسسة إنجاز فلسطين هي مؤسسة فلسطينية تعمل في كافة المحافظات بما فيها غزة،
والقدس. طبعا احنا برنامج الشركة الطلابية هو من اهم برامج انجاز، والمؤسسة طبعا بتقوم بدعم الطلاب من خلال تقديم التدريبات اللازمة والبرامج اللازمة اللي بتتعلق في عالم الاعمال وعالم الاقتصاد. احنا طبعا بهمنا كمان ننوه انه شركات القطاع الخاص بيوفروا لنا بيرفدوا لنا عدد كبير من المتطوعين، وهم اللي بيقوموا في عملية التدريب لطلابنا. جميل. قبل ما ندخل بتفاصيل شركة فرصة يلي فازت عنا، نتحدث المسابقة ما نشير أنها هي محلية حاليا. صحيح. بعد فوزهم هم رح يتأهلوا للمشاركة في المسابقة الإقليمية يلي رح تنظم في عمان هذا العام في شهر نوفمبر من هذا العام. تحدثنا كمان عن آليات التقدم، اختيار كمان الشركات العشرة يلي شاركت بالأمس بهذه الحفلة. طبعا احنا من خلال مشاركتنا في المسابقة الإقليمية بيكون في معايير إقليمية يعني تطبق على كافة الدول العربية اللي تعمل على تطبيق هذا البرنامج. المعايير هاي احنا بنتبناها وبتكون دقيقة وشفافة. بنختار مجموعة من ممثلين عن القطاع الخاص والخبراء في عالم الأعمال، هم بيقوموا بعملية التقييم عن كثب من خلال المعايير الموضوعة، وبالتالي بيقوموا يعني الاطلاع على كافة أمور الشركات سواء من خلال التقارير المقدمة أو من خلال العرض اللي بيقوموا فيه الطلاب، سواء العرض على المسرح أو العرض عن أعمالهم كشركات أو عن الخدمة أو المنتج اللي يعني أبدعوا فيه ابتكاره. يعني احنا سعيدين بهالابتسامة الجميلة اللي ببلشنا فيها بأول الفقرة، وأنا يعني بدي أبارك أول شيء لمدرسة دار الطفل بالقدس، ومبروك لكم ومبروك لكل الطاقم، وأكيد انتم كتير مجموعة كبيرة من الطلاب، يعني مش انه بس اللي بيطلع معنا على الهواء. قبل الجائزة كنتوا طلاب، وقبل أبليكيشن فرصة وشركة فرصة كنتوا طلاب. اليوم أنا بتعامل مع مديرة مبيعات ومديرة تسويق. حبلش مع رغد محاسم مديرة التسويق بشركة فرصة، تحكي لنا بلمحة سريعة عن شركتكم وكيف بلشتوا فيها وليش اخترتوا هذا الموضوع. تمام. أول إشي إحنا الأبليكيشن سميناه فرصة بناءً على دراسة سويناها للسوق. كان لقينا إنه إحنا وضع الاقتصاد الفلسطيني شوي صعب، لقينا إحنا الموظفين داخل الشركات القطاع الخاص بالأخص بيكون غير مكتفيين بالأجر أو الراتب بتاعهم، فإحنا قررنا نسوي أبليكيشن بوف بيعمل على توفير خدمات أو مهارات مهنية بيقدمها الموظفين لبعضهم عشان يوفروا لهم مصدر دخل إضافي. مثال بيجي موظف من شركة معينة بيفوت على الأبليكيشن بيسوي له بروفايل شخصي ويدخل عليه المهارة المهنية اللي بقدمها بس شرط إنها تكون خارج نطاق تخصصه وساعات عمله. بيجي موظف من نفس الشركة بيكون بحاجة لهاي الخدمة بيدخل عليها بيصيروا عندهم بيتواصلوا وبيتفقوا على باقي التفاصيل داخل التطبيق، فإحنا بنكون عبارة هون كوسيط أو كشبكة بين الموظفين بيت بعضهم من أول روابط الاجتماعية فيما بينهم، بنفس الوقت بزيد الدخل تاعهم. ممتاز. نحن نتحدثون كمدير مبيعات، كيف رح تشوفي عملك كمان وتجربتك في هالشركة شركة فرصة؟ كان المبيعات له دور كتير كبير بالشركة لأنه هو كان بيوفر لهم الدخل، وهيك إحنا حققنا الربح تبعنا وجبنا زيادة لقيمة السهم الواحد عنا. فكان المبيعات وظيفته إنه يجيب عدد إعلانات معين، وإحنا قدرنا بقسم المبيعات إنه نجيب عدد أكبر وبالتالي نحقق ربح أكتر من خلال إنه إحنا رحنا للشركات والمحلات التجارية وطلبنا منهم إنهم يحطوا إعلان. كانت الإعلان إنه قيمته $100، كنا نقنعهم بالتطبيق والكل كان يستقبل الفكرة ويحبها ويحكي إنه مميزة، وبالتالي كل شركة الحمد لله استهدفناها كانت تدعمنا أكثر وتحط إعلانات لنا. يمنى بدي أحكي شغلة كمان، إنه بديش أنسى باقي زملائكم، أنتوا بأي صف في المدرسة وكم عددكم بشركة فرصة؟ إحنا العدد الكلي لشركة فرصة 20 طالبة علمي وأدبي. قسم المبيعات كنا 4 والأربع علمي. ممتاز. وهلا كمان المفروض انه تكملوا هالمشوار وتحملوا هالشركه الفلسطينيه لعمان وتتحدثوا وتسوقوا لها كمان لهناك. هل في تحسينات معينه رح تجروها على عمل الشركه او مراحل متقدمه رح تضيفوها كمان للشركه لحتى ان هي تطلع تتميز كمان باسم فلسطين بعمان بشهر 11؟
هلا طبعا في خطه احنا تطويريه حاطينها للابلكيشن تاعنا، رح يكون في عليه ابديت دائم، رح نكون هلا نحط عليه زي ريت او زي فيدباك للتغذيه الراجعه على الموظفين اللي بيفعلوا هذا التطبيق. وفي عندنا كمان نضيف ممكن منصه بيع وشراء، بناء على الاستبيان اللي سويناه كان في فكره بتشجع انه يكون في منصه بيع وشراء، وفي كمان خطط تطويريه احنا مخطط لها لقدام. بالعوده لك استاذه رانيا، يعني الشكر قليل لانجاز فلسطين على هالمحتوى الخاص اللي ممكن يكون عنه مختلف، لانه احنا بنشتغل على مدار سنه كامله، عام دراسي كامل مع العديد من المدارس في المحافظات في وكمان العديد من الشركات. قديش بنحكي عن طاقم انجاز والتعب اللي اشتغلتوه اللي كمان توج بهالنجمات الموجودات معنا. احنا مؤسسة انجاز طاقمنا بتكون من 19 موظف وموظفة منتمين للمؤسسة من سنوات، على يعني على اطلاع تام ب يعني مهارات الطلاب وكيفية تطويرها، بيقدموا هم التدريبات بالتعاون مع المتطوعين من القطاع الخاص وبالتأكيد بالشراكة التامة مع وزارة التربية والتعليم وتعاونهم الدائم معنا. احنا على طول في شراكة، على طول في تعاون، على طول في تواصل. احنا بنحاول يعني بكل الامكانيات الممكنه انه نوصل لاكبر عدد ممكن من الطلبه. خلال لغايه 2019 وصلنا لحوالي 380 الف طالب وطالبه في فلسطين، بما فيهم غزه والقدس والخليل، سلفي، جنين، طول كرم، نابلس، ورام الله. يعني لافين الوطن كيف بنقول بالشركه، وكثير مسرورين انه فعليا سنه عن سنه بتزيد هاي الافكار وهالشركات اللي فعليا بتمارس عملها عرض الواقع لتعيش كمان هاي التجربه. صحيح. من 13 سنه وانتم عم تدعموا اقامه هذه المشاريع، وكنا امل كمان ان هالمشاريع تستمر. يعني احنا بنتحدث عن مرحله صف 11، يعني السنه الجاي انا بتمنى اكيد انهم يحافظوا على الشركه، بس بخاف السنه الجاي ينسوها ويلتوا. صحيح. كمان بالثانويه العامه. صحيح. ويلتوا بالحياه العمليه، لانه احنا نتحدث انه لسه ضل في كمان 5 لـ6 سنوات تقريبا لحتى يقدروا هم يدخلوا سوق العمل. صحيح. فكيف هنا رؤيتكم انه هالشركه فعليا تحافظ على وجودها، تحافظ كمان وتستمر، لانه نتحدث عن نسبه البطاله كمان بفلسطين. صحيح. قديش ممكن انها هي تساعد، وحتى بالسي في كمان بنحط لما بيكون في اداره شركه او حتى التفكير بانشاء او تاسيس كمان شركه حتى لو كانت بسيطه، قديش كمان ممكن هو يثري هالتجربه. صحيح. لدى الشخص ولدى الطالب كمان. احنا طبعا طبيعه البرنامج انه عم ننفذه في المدارس ونستهدف فيه طالبات وطلاب الصف الـ11، بالتالي بهذا العمر يعني ما بسمح انه تتسجل هذه الشركات في وزاره الاقتصاد. احنا هلا توجهنا في المرحله القادمه انه ننفذ البرنامج بالجامعات بحيث تكون لهم فرصه لطلاب الجامعات بانشاء شركاتهم بعد التخرج. هلا احنا بهذا الاطار كمان راح نضلنا مستمرين كمان في تدريب الطلاب المدارس، ويكون المنافسه ما بين طلاب المدارس وطلاب الجامعات حتى يمشوا بالمسيره هاي ويوصلوا للمرحله الاقليميه ويعملوا كل جهدهم انه تنشا الشركه وتكبر في المستقبل ان شاء الله. بدي ارجع ليومنا انا، وبدي اروح لجانب المبيعات اكثر. انا حامل تليفوني، التطبيق هو اندرويد ولا اي او اس؟ التطبيق حاليا بس اندرويد. أه. لانه الاي او اس صعب وبده وقت اكثر، فبستعجلوا لانه ما بتعملش الا اي او اس. الاستبيان كان اغلب الموظفين اندرويد. اها، طب كثير ممتاز. هلا انا بشتغل على هاي الجانب في ترويج او ترويج هذه التطبيقات او هذا المحتوى ما بين شركات كبيره او يمكن محتواها اكبر وفي عندها مهارات كثير كبيره. قديش بتحتاج وقت لكل اجتماع؟ لانه احنا بنحكي كمبيعات، انا بدي اجتماع، وقديش ممكن تخصصي وقت ايضا ممكن نحكي لحصاد النتائج؟ هلا احنا لحتى نروح للشركات ونقنعهم كان في عنا عده زيارات وعده اجتماعات، تقريبا كل شركه كنا ممكن 3 اجتماعات أو 4. اول اجتماع لحتى نعرفهم ونفهمهم عن التطبيق، وثاني الاجتماع نشوف شو كانت رده فعلهم وايش بيطلبوا منا وايش بيتطلبوا، والثالث طبعا لحتى نحصل المفروض ناخده. يعني
بتمنى لكم كل التوفيق، يعني لأول مرة تفوز أو تشارك مدرسة من القدس وتاخذها الأولى كمان على هذه المسابقة، وبنتمنى كمان كل التوفيق لكم في توجهكم هلأ لعمان بشهر 11 لتشاركوا في المسابقة على المستوى الإقليمي، وإن شاء الله كمان بلمع اسم فلسطين مرة تانية بهالمسابقة. كل الشكر لكم والتوفيق. أيضا السيدة رانيا المديرة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين، يسعد صباحك، يعطيكم ألف عافية، تحيات كمان للأفراد العاملين أيضا في هالمؤسسة اللي بيساهموا في إنشاء هاي الشركات الصغيرة. يمكن الشركات ما بترى النور بعد فترة، ولكن بتضل آثارها وخبراتها متواجدة أكيد وحاصلة في الطلاب. يمنى أبو رميلي ورغد محسن من شركة فرصة، كل التوفيق أكيد لكم، مبارك مرة أخرى كمان. بس نرجع من عمان نعمل لقاء تاني يعني أكيد. إن شاء الله تكونوا ماخذين المركز الأول كمان فيه ونكبر الشركة مع بعض. شكرا لكم كل التوفيق. بس لحظة أضيف شغلة إنه أول إشي بدنا نشكر إنجاز إنه سمحت لنا تعطينا هذه الفكرة الرائعة وهالنجاح اللي أعطتنا إياه، يعني إحنا ما كنا رح نوصل للي وصلنا له هلأ لولا إنجاز. طبعا نشكر المسؤولة ريهام عنبتاوي والمتطوع تبعنا أحمد الشريف، وطبعا مس إيمان التاجي اللي هي مديرة مدرستنا، ونشكر كل حد دعمنا وثق فينا، طالبات المدرسة كلهم ساعدونا، وطبعا أهالينا اللي كان لهم دور كبير في إنهم يدعمونا. أول 100 دولار كان من الأهل. أكيد دائما مشاهدينا بهالإنجاز الجميل اللي كنا موجودين فيه حنكمل معكم باقي فقراتنا. بنذكر بسؤالنا التفاعل نورة، وبدي خليكي تحكي أنت بالرياضة هالمرة. بالضبط يا علاء، بالضبط. سؤال التفاعل يتحدث: من تتوقع أن يحسم دوري المحترفين، ومن تشجع في الدوريات العالمية؟ بانتظار مشاهدينا مشاركاتكم على هذا السؤال التفاعل اللي يكون من ضمن مشوارنا الصباحي لليوم. آخر محطة من مشوارنا رح تكون في التحليل الخاص المتعلق بالرياضة، هيك تمام؟ 100% أكيد. كمان بإمكانكم على صفحتنا فلسطين هذا الصباح على الفيسبوك، وأيضا تلفزيون فلسطين. وننتقل إلى مكتبنا بعمان وكاميرا فلسطين هذا الصباح والزميلة سندس أحمد اللي عادت لنا تقرير حول المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك تحت عنوان الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقها في المنظمات الخاصة والعامة. في رحاب الجامعة الأردنية، افتتحت جامعة القدس المفتوحة والأردنية أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثامن المشترك تحت عنوان الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات الخاصة والعامة. مواد المؤتمر التي تحاكي لغة القرن 21 عن الجوانب الإلكترونية وتطبيقاتها، فتقوم هذه الجامعة فتقوم هالجامعتين في عمل أو إنجاح هذا المؤتمر الذي نأمل أن تكون نتائجه وتوصياته تحاكي لغة القرن 21 وتعود بالخير على الطلبة وأعضاء التدريس والجامعات، وبالتأكيد على مقومات مسيرة دولتين في الأردن وفلسطين. يتناول المؤتمر موضوعا حيويا جديدا نسبيا خاصة في المنظمات العربية، وهو موضوع الأعمال والإدارة الإلكترونية وتطبيقاتها في المنظمات العربية، حيث بات تبني الأعمال والإدارة الإلكترونية يحقق لهذه المنظمات مزايا كبيرة ونتائج إيجابية كثيرة ومتعددة. المؤتمر يسعى إلى تكريس مسألة التسويق والعرض والبيع والشراء، وكذلك التحكم في العملية التجارية بين البائع والمشتري، وبذلك يوفر الوقت ويوفر الجهد ويوفر المكان أيضا. نأمل من الله أن يكون هذا المؤتمر يعني مؤتمر متميز ويختلف عن المؤتمرات السابقة في موضوعه الحديث إن شاء الله. يعد هذا المؤتمر تتويجا للأهداف المجتمعية والاقتصادية والبحثية التي تسعى إلى تحقيقها سلسلة المؤتمرات المشتركة التي تنظمها كلية الأعمال في الجامعة الأردنية وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة القدس المفتوحة ومختلف الكليات الأخرى في الجامعتين. طبعا جاء هذا المؤتمر ليتناول واقع الإدارة الإلكترونية في الدول العربية من خلال مجموعة من الأوراق البحثية التي حاولت أن ترصد واقع الإدارة والأعمال الإلكترونية في الدول والمؤسسات العربية، إضافة إلى أسباب تدني تطبيقات الأعمال الإلكترونية والإدارة الإلكترونية في المؤسسات والدول العربية.
وقد توصلت الأوراق البحثية، إلا أن أهم نتائج ذلك هو عدم الإيمان لدى الكثير من المؤسسات والدول بأهمية الأعمال الإلكترونية، إضافة إلى ضعف البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الأعمال الإلكترونية، وبالإضافة إلى أن الثقافة السائدة توحي بأن الأعمال الإلكترونية غير آمنة، ثالث ثقافة سائدة لدى المواطن ولدى المؤسسات. كل هذه الأسباب أدت إلى أن واقع الإدارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية في الدول العربية ما زال دون المستوى المطلوب، دون الواقع المأمول بالمقارنة مع الدول الأخرى التي تصل فيها الاستثمارات والمبيعات في مجال الأعمال الإلكترونية إلى مليارات الدولارات سنوياً. يركز هذا المؤتمر العلمي الدولي المشترك على الأعمال والإدارة الإلكترونية بجوانبها ومحاورها المتنوعة التي تحدث فارقاً جوهري في أداء المنظمات بأشكالها المختلفة، حيث جاء هذا المؤتمر ليكون تجمعاً علمياً وأكاديمياً للباحثين وأصحاب القرار ومديري المؤسسات من دول مختلفة لعرض بحوثهم ودراستهم وتجاربهم العملية في جلسات المؤتمر. لفلسطين هذا الصباح، سندس أحمد من حرم الجامعة الأردنية. نشكر زميلتنا سندس على إعداد هذا التقرير، ونستمر إحنا بمشوارنا الصباحي ومحطاتنا المنوعة من فلسطين هذا الصباح. بمحطتنا هذه منركز على مهرجان زهرة المدائن المقدسي، هذا المهرجان اللي قدم العديد من الجوائز في حفل خاص أقيم أمس، وكرم ملتقى المثقفين المقدسي عددا من الشخصيات التي عملت من أجل القدس خلال مهرجان زهرة المدائن للإبداع الثقافي من أجل القدس 12. من ضمن الجوائز التي قدمت في هذا المهرجان هي جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2018 و2019، وذهبت كانت للفنان الفلسطيني الأردني زهير النباني، الحاضر عنا بالاستوديو لليوم. أبو فؤاد حاضر عنا اليوم بالاستوديو، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. صباح المشاهدين، الله يسعد صباحك أبو فؤاد ونجمنا الفلسطيني الموجود معنا بكل بيت بكل وقت وبكل زمن. أبو فؤاد بالمسلسل أبو ليث اثنين كمان اللي عم نستنى عرضه في موسم رمضان القادم. الله يسعدك عم أبو ليث. وقبل ما نخوض الحديث مع نجمنا الفلسطيني الأردني، خلينا نأخذ هيك مقطع من أحد يعني بطولات ومسلسلات النجم راس غليظ ومنكمل الحديث. غليظ 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 يا غليظ يا غليظ، وين اللي بده هشود الصحراء الحين؟ غليش يا غليش، ولا خلص ولا ترضى غليش، دوام سب الله. اليوم يومك يا مناع، اليوم يومك يا مناع. يا غليش وانا الشيخ مناع اللي ما يهام سود الليالي، وانا الشيخ مناع ذبح غليش من علي. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. يعني هاي كانت معنا يعني بعض المقاطع من مسلسلات او مسلسل النجم الفلسطيني الاردني زهير النباني. بنصبح عليك كمان مره، يسعد صباحك. كيف كانت هالزياره قبل الحديث عن المهرجان وتكريم وكل الاعمال؟ ممتاز الزياره، في اجمل من فلسطين في الكون، ما في اجمل من فلسطين. حلو وجميل. احنا صحيح ان جاي بضيافه باستضافه من ملتقى المثقفين المقدسي
المشاركة في مهرجان زهرة المدائن بمناسبة القدس عاصمة الثقافة الإسلامية عاصمة دائمة، وتشرفت بتكريمي بالحصول على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2018 و19 وكانت احتفالية جميلة في صرح علمي وثقافي الصحيح مفخرة جامعة القدس. وسعادتي لا توصف بهذا التكريم، يعني تم تكريمي خلال مسيرتي الفنية كثير من التكريمات، لكن هذا التكريم له نكهة خاصة ومميزة، وخصوصا أنه يقدم من مؤسسة ثقافية فلسطينية في القدس تحديدا. احنا لما نتحدث عن التكريمات، وانت مسيرتك الفنية كانت حافلة ايضا سواء بالتكريمات او حتى بالاعمال الفنية التلفزيونية يلي شاهدناها، ولكن حضورك لفلسطين كان له معنى خاص بهذه المرة وبهذه الزيارة، تكريم يعني خلينا نقول باقة ايضا من الكتاب من الادباء من المثقفين الذين تحدثوا عن القدس. خلينا نتحدث عن اهمية هذا الموضوع بالذات لمن يتحدث كان عن القدس، ولهذه المناسبة أيضا اختيارك كأفضل ممثل تكون بجانب الكتاب الأدباء المثقفين والمهتمين أيضا بالقدس. يعني كان زي ما تفضلتي، كان هناك تكريم لأكثر من شخصية دينية وثقافية، كان تكريم الدكتور إيهاب سيس، وكان مجموعة هامة أيضا تم تكريم مجموعة من الشعراء. أنا جزء، يعني أنا ما زلت أؤمن بأهمية دور الثقافة والفنون والعلم والتعليم في بناء الأوطان الصحيح وفي تغيير ذهنية الإنسان ونفسيته نحو الأفضل. أنا حكيت في كلمتي امبارح أيضا لفت النظر لأهمية الثقافة والفنون والعلم والتعليم في تغيير الإنسان وفي أيضا إدارة الصراع. يعني أعتقد أنه الصراع له عدة أدوات، من أهمها الثقافة والفنون أيضا والعلم والتعليم. هذه الاحتفالية أعتقد يعني هي تركز على القدس وأهميتها في القضية الفلسطينية المركزية. إن شاء الله السنوات القادمة بصير في دور هام كثير للإعلام للثقافة والفنون في بناء الإنسان. نجمنا الكبير زهير مرضاني، يعني أفدنا عليك بالعديد من المشاهد، وأيضا أنت فنان مخضرم عشت الكثير من التقنيات الفنية على مدى يعني عصور وتقنيات. بنحكي عن تجربتك ما بين المسلسلات البدوية واللي كمان برزت فيها بشكل كبير، وأيضا ما بين الدراما وحتى أيضا الدراما الكوميدية اللي صرنا نشهدها برمضان وعلى قنوات، وأيضا في عندك دراما لرمضان القادم. تحدثنا كيف خلقت جو من التنوع من خلال هاي المسيرة، وأيضا شو الإشي القريب على قلبك كيف بتحبه أكثر؟ هو أنا بالأساس ابن مسرح، وفي مقولة بتقول المعلم الأول للفنان هو المسرح. أنا في بداية عملي بالفن في المسرح 7 سنوات كنت أشتغل بس مسرح، اشتغلت اللون الكوميدي، اللون التراجيدي، دور الخير، دور الشر، قدمت كل هاي الألوان. ولما انطلقت وقررت التفرغ للعمل فقط للمسرح والتلفزيون، أنا متفرغ للعمل الفني من عام 76. أنا خلصت من الجامعة الأردنية إدارة عامة علوم سياسية في 74، بعد التخرج عملت مشرفا فنيا على النشاطات الفنية والثقافية في الجامعة، واستقلت في عام 76 وتفرغت كليا. بدأت بأدوار صغيرة مشان تتعلم هذا المجال، لأنه التلفزيون مختلف عن المسرح. لكن أول عمل ثاني عمل كانت يعني انطلقت بأدوار رئيسية لغاية الآن، وقدمت أغلب الألوان، غلب علي أدوار الشر، نجحت كثير لأنه قليل طابع القساوة في عالمنا العربي. قدمت كم كبير، قدمت أدوار بعتز فيها، والنجاح الصحيح هو الجمهور بيقول لك إنك ناجح أو مش ناجح، مش أنت بتقرر. والحمد لله لاقت نجاح كبير، قدمت الأدوار التاريخية، قدمت الأدوار البدوية الريفية وأيضا المدنية، والحمد لله لاقت نجاح
جيد على مستوى العالم العربي. يعني احنا بنتحدث لما نقول مستوى العالم العربي بنتحدث من جمهور من الجزائر مرورا في العالم العربي لغاية اليمن. صح. وهينا ما زلنا مستمرين. وحاليا انا الصحيح أطلقت موقع إلكتروني فني من خلاله رايح أقدم مجموعة من المشاهد والحلقات اللي إلها علاقة بواقعنا العربي والمحلي أيضا. صحيح، إحنا على مقربة من شهر رمضان المبارك وننتظر كمان يكون في لك عمل درامي تلفزيوني وهو الجزء الثاني من مسلسل جلطة يلي شاهدنا على قناة رؤية في موسم في العام الماضي من رمضان. صحيح، كانت هاي التجربة أنا كنت متردد للعمل فيها. اللي عرفت فيه طبعا شخصية أبو فؤاد اللي عرفتك فيها بالضبط. قدمنا الجزء الأول من مسلسل جلطة لمحطة رؤية الفضائية وكنت متردد وخايف من هذا اللون، لكن تفاجأنا برد فعل الجمهور الجميل، يعني تقبل هذا العمل بصورة. ربما لأن الشخصية كمان كانت واقعية جدا، يعني هو قريب من الناس بالضبط، من واقع الناس. حاليا اشتغلنا كمان جزء معية الفنانة أمل دباس ونخبة من الشباب ووجه لهم تحية لأنه أنتم كلكم كنتوا كيمياء جميلة جدا. أيوه، هسه صار في تغييرات في الجزء الثاني، كبرت العينة، صار عندنا مجموعة يعني أبناء بأعمار مختلفة، خريج جامعة وفي الجامعة وفي التوجيه وفي المدرسة. يعني بأمل أنه يحوز على إعجاب الناس إن شاء الله. يعني احنا يعني لو الحديث من هون لبكرة ما بنوقف مع حضرتك، وأيضا سعيدين بهالصباح الجميل اللي كان موجود معك. شاكرين وجودك ومبروك التكريم كمان مرة. شكرا، نتمنى للتلفزيون الفلسطيني دوام التألق والعطاء لخدمة الإنسان والقضية. شكرا لكم. شكرا شكرا لك وأهلا وسهلا فيك مرة تانية أكيد في الاستوديو وبلدك أيضا فلسطين. يسعد صباحك. شكرا، كل الشكر لك. ومشاهدينا متواصل برفقتكم، منروح لفاصل ومتابع كمان أكيد مكملين معكم فقراتنا. وما بننسى أنه نذكركم أنه كمان تتشاركوا معنا مش بس بالسؤال التفاعلي، بكل القضايا اللي بتحبوا نشارككم فيها عبر موقعنا تلفزيون فلسطين وأيضا فلسطين هذا الصباح.
احنا موصول معكم، وبما انه في اليوم الخميس ختام اسبوع فحبينا هيك ندخل شويه ببعض التفاصيل اللي بتتعلق بطاقه الوعي، ايضا التفكير والبرمجه الداخليه. يمكن هي او هذا المصطلح هو مصطلح علمي اكثر، ولكن احنا بنحكي على طرق اداره الذات، وحنتعرف اكثر من خلال هذا اللقاء مع الدكتوره سلوى شرف، المدربه والمرشده في طاقه الوعي والتفكير. يسعد صباحك. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يعني بنتحدث احنا عن البرمجه الذاتيه، السيطره على الذات، قديش مهم انه الشخص يكون مسيطر على ذاته بعدد من المواقف وبكميه كمان من الخبرات في السيطره على ذاته بكافه المواقف، سواء كانت الايجابيه السلبيه او حتى في حالات الحزن والفرح كمان. هلا احنا اول شيء لازم نعرف ايش معنى البرمجه الداخليه او الذاتيه. احنا بنسميها برمجه داخليه لانه احنا بنبرمج الداخل عندنا اللي هو العقل اللاواعي. البرمجه الداخليه هي تكرار السلوكيات وعادات ومفاهيم تقاليد، بتكون تكرارها دائما بيعمل حفظ في اللاوعي، فهون بصير في عنا برمجة. هلأ هاي البرمجة بتصير تتحكم في الإنسان، بتصير هي اللي تدفعه للتصرفات وهي اللي تدفعه لردة الفعل لكل هاي الأمور. هلأ بعد دراسات كتير وجدوا أنه العقل اللاواعي خطير جداً، يعني مذهل بطريقته. الناس بتفكر انه العقل الواعي هو اللي بيتحكم بالعقل اللاواعي، لكن الحقيقه العكس تماما، العقل اللاواعي هو اللي بيتحكم بالعقل الواعي نتيجه التكرار والحفظ والبرمجه هاي. يعني هلا لما الانسان هو يعرف انه اللاواعي هو اللي عم بيتحكم بالوعي، بصير هون في تحكم باللاواعي، وبصير نقول احنا بلعب بعقله الباطن او عقله اللاواعي. ففي طرق طبعا وجدوا لها كثير انه كيف احنا نقدر نجهز العقل اللاواعي بهاي الطريقه. دكتوره احنا بنحكي عن مصطلح يعني اكثر شوي هو داخلي بالانسان. بالضبط. لو بننبسطه اكثر المشاهد بكيفيه البرمجه او حتى طرق البرمجه لنوصل لمرحله من انه هذا الانسان هو انسان ايجابي جيد بيتعامل بطرق مثلا افضل لتحقيق اهداف لتحقيق حتى تعامل أبسط مع الأفراد بطريقة ممكن تكون مقبولة أو إيجابية. هلأ إحنا يمكن كتير بنيجي بنحكي ما تقول للولد غبي، ما تضلك تحكي له غبي، بس ما بنعرف إنه ليش بنضلنا نقول هيك. إحنا بنقول لأنه بتخيل حاله إنه يصير غبي، هو لأنه فعلا كتر التكرار وسماعه لهاي الكلمة العقل الباطن بيحفظها وبيصير يهيئه للغباء. أو مرات بنقول له ما تكون يعني أنت كسلان أنت كسلان، فعلا هو بصير يطبق الكسل لأنه العقل الباطن عماله ببرمج. فإذا ما نكرر الكلمات السلبية، نحاول دائما نكرر إحنا الكلمات الإيجابية. يعني أنا دائما بحطها مثال، مثلا إنه باجي بسأل واحد أنا إيش بدك تشرب، قهوة ولا شاي، بقولي مش مشكلة. طب أنا ما قلت لك مشكلة، أنا قلت لك قهوة ولا شاي، ليش تحط كلمة مشكلة؟ فمعناته أنا داخليا عم بجهز دائما إنه يكون في بطريقي مشاكل، انه دائما عمالي بلاقي مشاكل. او مثلا باجي بقول له بدك تشرب قهوه شاي، بقول لي لا 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 مش لا 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 قهوه. طب ليه لا؟ انا يعني المصطلحات دائما لازم احنا نهتم كثير في اختيار الكلمات. بعدين مثلا باجي بقول للواحد انت بوظيفتك ايش كيف بدك تكون الوظيفه، بقول لك ما بدي مدير يكون ظالم، ما بدي يتعاملوا معي، ما بدي. طب انت اختار اللي بدك اياه، مش تختار اللي ما بدك اياه. يمكن ربي عليها هو طفل كلمه ما بدي، يعني دائما بيختاروا الاشياء اللي ما بدهم اياها. لا ما نسميش بنقول لوحده طب ايش فتى احلامك، بتقول لك ما بدي اياه يكون بخيل، ما بدك اياه، ما بدي اياه يكون نكد، ما بدي اياه يكون حابسني، ما بدي. لا قولي بدي اياه كريم، بدي اياه يحبني، بدي اياه، يعني اختار الكلمات اللي بدك اياها، لانه العقل الباطن بيحفظ الكلمات اللي انا عم بحكيها. بنفس الوقت الصوره الذهنيه اللي بتمرق امام شاشه العقل الباطن مثلا بتمرق صوره النكد، بتمرق صوره الظلم، بتمرق، فهي عمالها بتنحفظ. فكتير مهم اني انا ما اردد الاشياء اللي ما بدي اياها، لازم اركز على الاشياء اللي انا بدي اياها، اعرف ايش اهدافي، اربط اهدافي. مثلا انا بدي هدف معين لازم اربطه بقيمه، قيمة إلها معنى، مثلا أربطها بقيمة العطاء. يعني كتدريب أنا هدفي من التدريب إني أوصل أكبر معلومات للناس عشان يكونوا سعداء، مثلا هدفي من العلم إني أنا أوصل للناس عطاء بالعلم، مثلا أوصلهم. فالإحسان أربط بالإحسان، إني أنا دائما لازم عملي يكون على أحسن شيء أنا بقدر إني أنا أنتجه. فطول ما أنا ربطت هدفي
في قيمة إلها معنى، وهي أقرب إشي لهاي القيم أسماء الله الحسنى. فإذا أنا ربطتها بقيمة أنا ساعتها هي بتثبت بالعقل الباطن عندي. يعني ما قلت عم بتذكرني لما النصائح اللي بيقدموها صباحا عند الاستيقاظ ان هي تفائل في اليوم، تخيل ان يومك يكون فعليا جميل لحتى يدخل الى العقل صحيح. الباطني قديش ممكن البيئة تأثر، طبيعة الاشخاص اللي انا بقابلهم، اللي انا مضطرة ابدأ بالنظرة السلبية لانه يعني ربما هم تفكيرهم او بيرتبطوا بالنظره السلبيه، فانا عشان اوصل رايي ببدا في ما بدي ببدا بالنفي او ببدا بالنظره السلبيه لحتى اقدر انا اوصل. فكيف انا ممكن اتخطى كل اعطيكي مثال على اللي انت حكيتيه، الاستيقاظ بكير، بيجي الواحد مثلا بيكون حاطط المنبه، لا بديش اقوم هلا، يا الله هلا بدي اقوم كمان خمس دقائق، يعني خلص يعني شو هالنكد هذا، يعني بصير ها. طب ليش؟ أنا عارفة أنه العقل الباطن لأني مدربته على هذا الكلام أنه بدوش يقوم بدوش كذا، لا أنا لا لا خلص أنا وعيت اللعبة زي ما بنقول، فلازم إذن أنا لا أنا بدي أقوم ولازم أني أقوم هلأ. حتى كلمة لازم إحنا دايما نبعد عنها، يعني يا رب أنه يا رب اليوم كتير حلو، تختي كان حلو، نومي كان كتير هادي. لما أنا بكرر بالبداية أول ما أصحى على الأشياء اللي أنا بديت فيها حلوة خلص يومي كله ببلش حلو. يعني طب دكتورة هنا بدي أركز على شغلة ببرمجة الأفراد اللي هي البداية والختام. صحيح. يعني بداية النهار ممكن تصنع يومك، وختام صح. يومك ممكن يصنع هذا الإشي. يعني أنا نمت مثلا ماكل ماكل أكل زاكية أو جايتني هدية حلوة أو إشي طبعا فعليا على هي ونايم لأني نايم على إشي أنا كنت مبسوط فيه. صح. فتلقائيا حتى لما أصحى ممكن أكون صاحي لو مش شبعان نوم بس مبسوط لأنه أنا عشت بحالة. فكديش ممكن هاي الأدوات أو هاي ممكن التمرينات اللي هي تبرمج الإنسان صح. صح. هلا إحنا الخطر عنا إنه قبل ما ننام الكل بيفكر بالمشاكل اللي صارت فيه آخر خمس دقائق اللي هي بنسميها إحنا مرحلة بيتا اللي هي نص نايم نص صاحي، بيبلشوا يفكروا فيها في المشاكل اللي صارت أو الأشياء اللي بدها تيجي، يعني طب إنه ممكن يصير كذا، بصيروا حتى يفترضوا الأشياء السيئة. فطبعا هذا العقل الباطن طول الليل هو عم بيشتغل، العقل الباطن ما بينام، إذا نام بموت الإنسان. فالعقل الباطن طول وقته بيشتغل على هذا الموضوع. عشان هيك بصحى الصبح منكد. هلا لو إحنا حكينا إنه لازم نطلع على الأشياء الحلوة، أنا في الاستشارات اللي بحكيها مرات لما بيسألوني قبل ما تنام اكتب ايش الاشياء الحلوه اللي صارت معك في هذا اليوم، اكتبها اكتبها حداك بالتخت قبل ما تغمض عينيك، لانك انت لما تكتبها عم تحفرها في العقل الباطن وعمالها بتثبت وبتترك عقلك عمال يشتغل عليها. اكتب هدفك اللي بدك اياه. هلا من تثبيت كمان البرمجه على كلامك انه ايش اخر النهار واول النهار، انا لما اصحى واشوف هدفي كيف نتيجه الهدف، مثلا انا اتخيل نجاح الهدف او اتخيل نفسي بالنجاح نفسه، اشوف حالي مره مع مره هذا عم بيحفر في العقل الباطن، بصير عقل الباطن عندي يدفعني للوصول لإله. تخيل النجاح، البعض يعني بيخاف انه يصف حاله النجاح لعدم تمكنه ربما من الفوز او ممكن التاثير. لا بالعكس، احنا بنقول دائما لا تصف ما انت فيه، اوصف شو بدك. يعني هلأ المريض بتلاقيه قاعد بوصف كل تعبه كل مرضه، لا اوصف انت كيف الصحة اللي بدك اياها، اوصف ايش بدك توصل مثلا، او بوصف الظلم اللي بده اياه، لا انا اوصف الرضا اللي انا بدي اياه. بالعكس الخيال هو اكبر نعمة ربنا اعطانا اياها عشان نقدر نوصل اللي بدنا اياه. الخيال قصة معي، يعني احلام اليقظة ممكن تاخذ 8 ساعات في اليوم ووصلت صح. فكديش ممكن انه احلام اليقظة لها جانب ايجابي او سلبي حتى في البرمجة الداخلية؟ احنا للاسف بنتخيل ايش السلبي، احنا بنتخيل فوق العادة. عشان هيك تيجي تقول لك والله قلبي كان حاسسني كان في خيال، مش انه قلبي حاسسها لا، وكان في خيال. الخيال تقريبا بيشتغل اذا ما كانش 99% من وصول الهدف، يعني خلينا نقول 95% هو الخيال اللي بيثبت هدفك. طول ما انت بتتخيل حالك في الهدف بيوصل. نتمنى دائما التخيل النجاح، تخيل الهدف الايجابي، النظره الايجابيه، الطاقه الايجابيه اللي بحبها كمان علاء لحتى يضل يلاقيها. مش اجمل من الطاقه الايجابيه كلنا بنحبها يعني. ضل
شكرا اكيد لك دكتوره سلوى شرف، مدربه ومرشده في طاقه الوعي والتفكير، ويسعد صباحك. يعني مبسوط كثير بوجودك دكتوره، وفي قاعده هيك انا باني عليها حياتي، نحن نعيش في هذا الكون حياه واحده فقط، دعنا نجعلها افضل حياه ممكنه. صح صحيح صحيح. شكرا لنهارك، شكرا لك. اهلا وسهلا. ومشاهدينا مكملين معكم الى اخر فقراتنا الصباحيه، وخبينا الرياضه للاخر عشان كمان نعيش فيها اجواء اكثر من التحليل وايضا التشويق مع ضيفنا اللي حيكون معنا المعلق الرياضي خليل جدالله. ومنذكر بسؤالنا التفاعلي، ومن تتوقع ان يحسم دوري المحترفين، ومن تشجع في الدوريات العالميه؟ ننتظر مشاركاتكم مشاهدينا لنقراها كمان خلال هذه الفقره والمحطه الرياضيه من بعد هالفاصل، خليكم معنا. صباحنا موصول معكم مشاهدينا بختام الفقرات، بما انه نوره ملهاش بالرياضه فانا قررت انه ناخذ زاويه على جنب مع خليل جدالله وندردش هيك بفقره رياضيه قاعده شباب ممكن تكون تحليليه، ولما يكون معك خبير ومحلل رياضي كمان شاب فهذا الشيء بيسعدنا. يسعد صباح خليل. صباح الخير لك علي اكيد، وصباح الخير لنوره ولكل الساده اللي هم المتابعينك. يعني بدنا ناخذ وقت كبير بالحديث عن دوريات على صعيد محلي وعالمي، بس بدنا ناخذ الشيء بسرعه اكثر على اساس انه نجمل الأكثر. لو نبلش من دوري المحترفين، السنة كان في يعني صعود وهبوط بعديد من الأندية، وخاصة أنه الثلاثة الأوائل فيش كتير فرق بينهم. يعني أنت بتشوف هلأ طبعا المتصدر بالدوري الفلسطيني هو فريق هلال القدس، عنده 39 نقطة، ترتيب الثاني 38 والثالث 37، سهلة بالحساب يعني. صحيح. نقطة نقطة ففعلا تنافس كبير بين الأندية، حتى صاحب الترتيب الرابع اليوم شباب السموع عنده فرصة يتوج باللقب كمان، لأنه ما بين السموع ما بين صاحب الترتيب الأول 5 نقاط فقط وضل جولتين صحيح. وبالتالي الأمل لسه موجود، مع أنه صعب كمان لشباب السموع لأول مرة على يمكن في كل مواسم المحترفين. ممتازة بالله أنه الصراع حتى الجولات الأخيرة ضل بين 3 أندية، بينما في كل السنين قبل تقريبا كان عمري بينحصر بين فريقين يعني، أو بين فريقين ممكن أو بين حسن بصورة مبكرة، بس مبكرة. بهذا الموسم مثل ما كان الاحتراف الجزئي كمان مثير، اللي هو الدوري الدرجة الأقل من دوري المحترفين، دوري المحترفين صراحة مثير للغاية، وممكن الأول اليوم يصير الثالث
والثالث يصير الاول بس من خلال مباراه واحده. يعني انا بشوف انه في صوره مشابهه بين دوري المحترفين والدوري الانجليزي البريمير ليج السنه، لانه ضل في منافسه لاخر. وانت مصر لسه بدك تلبس احمر يعني. انا يول شجعت اليونايتد امبارح. لا 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 انا يول نيفر ووك الون. اي واحد ليفربول ممكن يفيد ليفربول بنقطه انا بعاه مع الريدز. بدي اركز كمان على موضوع الاهداف السنه. ممكن شفنا في فتره الذهاب كان في نجاعه اكثر بالاهداف عكس فتره الاياب اللي كل المدربين كانوا يلعبوا بجانب تكتيكي دفاعي اكثر. اسماء الهدافين وكمان فرص اللاعبين بمساعده لاعبين او فرقهم بالتتويج باللقب. اكيد يعني يمكن حتى اكبر مثال على هذا الموضوع خالد سالم لاعب فريق مركز شباب بلاطه، اللاعب اللي كان تقريبا بتذكر اول 8 جولات او 9 جولات مسجل في كل اللقاءات اللي بيلعبها. خالد له 5 مباريات ما سجلش ولا هدف، فعليا سجل هدف وحيد في مباراة الثقافة اللي تم إلغائها لاحقا، لكن 5 مباريات لهداف دوري المحترفين اللي عنده 14 هدف، هذا بيدل فعلا انه الأندية بلشت تاخذ، يمكن خاصة الأندية اللي بدها تهرب من الهبوط، تاخذ نهج دفاعي في مباريات تحاول تهرب من الهبوط، وقدرة يعني الأمعري والثقافة خسروا فرق الصدارة نقاط، وخاصة الثقافة في المباراة الأخيرة لما تعادل مثلا مع فريق الهلال، وقبل الظاهرية لما كان عنده أمل مثلا يضل بالدوري كمان تعادل مع فريق الهلال. صحيح. فهذول الناس فعلا تعبوا الفرق اللي بدها تتصدر وتفوز، وشفنا دوري زي ما انت حكيت يعني بالتشبيه دوري انجليزي فعليا، لانه الصراع اللي عماله بيصير يمكن لاول مره بنشهده، وزي ما بحكي لك اليوم تحديدا مثلا في عندنا 6 مباريات، من خلال هاي المباريات الست 90 دقيقه بس ممكن تغير مجرى موسم كامل، 8 شهور من التعب واربع خمس شهور كمان قبلها من التحضير، وسنين من العذاب خاصه لفريق بلاطه اللي له 60 سنه 70 سنه، تاسيس الفريق في عام 1954 ما توج بلقب الدوري. يا سيدي ان شاء الله احنا بنتفائل دائما، وكل دعمنا لكل الانديه. احنا كنا تاركين سؤال تفاعلي من امبارح ايضا على موضوع مين بتتوقع انه يفوز بدوري المحترفين دوري اوريدو، وايضا اللي هو كمان ايضا سؤال كان مين بتشجع في الفرق الاوروبيه والعالميه. من التعليقات اللي تشاركتنا وعبد الله زعيتر بيقول هلال القدس الدوري أريده للمحترفين، وأنا أشجع ليفربول وأتمنى أن يحسم لقب الدوري الإنجليزي. هذا من جماعتي أوروبيا. جماعتك في الشق الأول والثاني؟ لا الثاني. شوف أنا شوي بالشق الأول محايد شوي، ما بديش أروح أركز بفريق معين، ممكن شوي في قرب للأمعري والبيري أكثر لأنه كنت متابع لهم في فترات سابقة. أيضا حسين ملكة بشاركنا بالنسبة للدوري الفلسطيني شايف أنه بلاطة هو أبرز المرشحين، وأكيد عالميا برشلونة. هذا إسباني مش مهنة في الشق الثاني. أنا لبعي في هذا لبعي. وكمان حاخد كمان تعليق عشان كمان نراجع التعليقات أيضا. باعتقاد اليوم في الجولة الأخيرة قبل الأخيرة سوف تشهد منافسة شرسة، فهلال العاصمة سوف يبقى متمسكا بصدارته ولن يفرط بذلك، وخصوصا دوريات عالمية طبعا، وبكل ثقة الدوري الإسباني بس ما حددش لاعب معين. الدوري الإسباني اللي هو المتصدر برشلونة. هاي ما هم خلصوها بدري 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 يعني. تمام. شوي هلا ننتقل ممكن نحكي البريمير ليج اللي السنة مشتعل، وليفربول ومانشستر سيتي يغرد خارجا، وحتى الفرق اللي كانت تتنافس على الثالث والرابع اللي هي مقاعد دوري أبطال أوروبا قاعدة بتقدم هدايا لبعض، خسارة ورا خسارة. بنحكي أرسنال، مانشستر يونايتد، بنحكي تشيلسي التعادل الأخير، وتوتنهام هوتسبير اللي بيبلش أول الدوري أول وثاني وبعدين بروح بصف رابع. فعلا يعني كمان الدوري الإنجليزي زي كل سنة تقريبا الست أندية اللي بتتصارع دائما هي أندية كبيرة، وفعليا لو بدك تدخل كمان ناس على الخط ممكن تدخل مثل فرق نيوكاسل اللي كان لها عز زمان، ممكن نحكي إيفرتون عن إيفرتون كمان، لكن ست أندية بكفي على الأقل الواحد يعرف يستوعب اللي عماله بصير. صراحة في هدايا عمالة تتقدم على، وفي كمان مرة بنحكي عن توتنهام اللي مثل ما قلت يعني الفريق اللي يمكن ما بيمتلك شخصية البطل، بالمقابل هو الفريق اللي أكثر ثباتا يمكن من بين فرق القمة في السنين الست أو السبع الأخيرة. بالمقابل أنت مش محظوظ بالمرة صراحة على يعني أنت وجمهور ليفربول، الله يكون بأول يعني امبارح بالذات مباراة امبارح بالذات احنا شهدنا بين يعني أنت بتحكي أولد ترافورد ملعب مانشستر يونايتد وديربي، ممكن نحكي دربي مانشستر هذا الاقوى بعيدا عن الحصيله او يعني لو مانشستر ترتيبه الاخير كان مفروض يعني كمان تتامل فيه، ما بالك لما يكون سادس وبدور انه يوصل يعني 20 دقيقه كانت من الاداء، بس احنا بنحكي عن تكتيك خط وسط بيبي غوارديولا، مرر كره وخذ كره كان خرافي. عذبوا اليونايتد، هم عذبوهم وتعبوهم وتعبونا شوي بالفرجه، واذا سمعت حفيظ دراج كان بيحكي لك انه يعني هم مش عارف يستوعب شو عماله بيصير، والسرعه الكبيره اللي بلشت فيها المباراه كان في امل صراحه ليونايتد اولها، كان ممكن لو يونايتد سجل في هاي المباراه
انه السيتي شوي خاف يعني انه من السيناريو يعني اللي هو سيناريو الموسم اخسر موسم بمباراه يعني واحده. لينجرد جلطني انا اللي كانت باب الجول ورماها. لينجرد هاي اللقطه صراحه بتثبت لك كمان مره على انه انت ممكن تعتمد على اللاعبين الصغار، اللاعبين اللي ممكن كمان تفرخهم مدرسه النادي اللي انت موجود فيه، لكن لحالهم ما بينفع يعني. لينجرد راشفورد مع انه الثلاثي مارسيال لينجرد راشفورد بالنسبه لي ثلاثي هجومي ممكن يشابه الثلاثي المرعب يعني زي ساديو ماني وفيرمينيو وصلاح، بس مين فيهم الحدا الراكز اللي بتركن عليه بالضبط؟ ومين فيهم ممكن تتوقع اداء ثابت منه دائما؟ دائما هذول اللاعبين ادائهم متغير، مزاجيين. انا هيك بشوف راشفورد لينجرد مارسيال كمان كلهم مزاجيين. انا كنت بتمنى امبارح يبدا بلوكاكو اللي هو المدرب سولكاير يعني يبلش بلوكاكو، ليش لا؟ لانه فعليا بلش بهي التشكيله مع برشلونه اللي اسلوب لعبها بيشبه السيتي وما نجح فيها للاسف. انا اقول لك شغله يعني، لو بلش بسانشيز واخوان ماتا او هيريرا من الاساس، الناس اللي عندها خبره هاي الناس اللي بتفيدك بهي المباراه. سريعا شوي بنروح للليغا الاسبانيه، برشلونه حاسمه من قبل اسبوعين تقريبا شبه انه حاسمه اللقب بينها وبين اتلتيكو مدريد. بنحكي مع تقريبا احنا بالضبط الترتيب كان مسجل عندي، حافظهم انت؟ والله المفروض انه هو انت عارف برشلونه 80 تخيل 9 80 بالضبط، روخي بلانكوس 71 وريال مدريد باقي عنده مباراه 64 في المركز. ريال مدريد حط اجر له وسلمها السنه سلمها لا لا دوري برشلونه بامتياز هذا العام يعني. واضح جدا كان من الموسم اللي عدى انه فالفيردي على الاقل قادر انه يدير منظومه في عمر طويل يعني، من مثل بطوله عمرها طويل زي بطوله الدوري، لانه مش اي حدا بيقدر. كمان حتى زيدان لما كان موجود مع الريال اخذ 3 أبطال لكنه ما اخذ الا دوري واحد. و فالفيردي هذا الرجل اللي بيعرف صراحة يأخذ النتيجة على، يمكن ما بيهتم كثير بالأداء، ولكن كان باين مع بداية الموسم بالأسماء كمان الجديدة اللي أجت لفريق برشلونة أنه وقل سنة بيسجل فيها أهداف. ما سجلوا كثير، بس أنت عارف 2-1 و1-0 اللي ما كانت ترضينا زمان صارت ترضينا مع فالفيردي لسبب واحد طبعا، بأخذ الأبطال مسامحين، بأخذش الأبطال إلى 2-1 ولا 1-0 ولا إيش. اشتغل على دكة البدلاء كمان بشكل قوي. بنحكي على صراع بايرن وبروسيا كمان في الدوري الألماني، البوندسليغا لساته قائم لساته، بس يعني بصراحة باين انه البايرن راح ياخذه لانه الخبرة عند بايرن ميونخ. عودة بايرن ميونخ بعد كل انت عارف كان في فرق كبير لدورتموند اصلا، فلما يرجع بايرن بعد هاي رجعت النسخة الأفضل، الرجعة الكبيرة يمكن مش أحسن نسخة لبايرن ميونخ في السنين الأخيرة، بس هي رجعت على أسلوب يوب هاينكس يعني بالضبط. خلص أنا بفوز وبكسب وبركز في الدوري، لأنهم شوية تشتتوا لما فكروا بالأبطال. صحيح. صراحة بايرن ميونخ بهي التشكيلة بقدرش ياخذ ابطال يعني، هي في فرق صراحة احيانا مثل ريال مدريد. انا بعتقد ريال هذا العام اعتقد ارتكب شوية غلط هيك استراتيجي انه الابطال النا فلازم نضل دائما نقاتل على الابطال، لا الابطال هاي السنة بهذول اللاعبين مش الك. كان ممكن بلوبتيغي ينافس ريال مدريد على الدوري، انا هيك بعتقد، كنت شايف ان لوبتيغي ممكن يمشي دوري اقل من نص دقيقة أبطال. معنا الدوري الفرنسي والايطالي طبعا هذا ممكن نحكي على مبروك لليوفي مبروك لليوفي وباريس سان جيرمان، هذول حسموها نهائيا صعب نفسهم لا ماليا ولا فنيا ولا كمان اليوم اداريا، هاي اندية كبيرة جدا على يعني. خلينا نشاكر هذا الحصاد والتشويق اللي قعدناه مع بعض، واكيد راح يكون لنا بختام الموسم كمان جلسة اطول من هيك، وشكرا كثير لك، نتمنى لفريقك والفرق اللي بتشجعها اكيد ان شاء الله، بتمنى ليفربول ياخذ الدوري اولا عشانك ثم عشان صلاح الله يرضى اكيد. ويعني محمد صلاح كمان فخر العرب يعني، ممكن نحكي محرز كمان في السيتي ويقدم شيء، وحتى قبل مع ليستر. ومشاهدينا هيك بنكون ختمنا معكم جولتنا الرياضيه لهالاسبوع، بالعوده لنورا لختام برنامجنا لختام الاسبوع. نورا اليك من جديد. شكرا على كل شكر اكيد للضيف، شكرا لك حضر عنا بيالستو لليوم. ومشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح بهذا اليوم المميز. كان مفروض كمان انه الشاعر المصري هشام الجخن يكون حاضر معنا بالاستوديو لليوم، ولكن للاسف التزامه بمواعيد، ربما كمان بترتب لقاء اخر لنسمع كمان بعض من المقولة بعض من هذا الشعر المصري الذي ينطق بالعامية منه. ومشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام هذا المشوار الصباحي بهاليوم المميز اللي هو بالاساس الثلاثيه المقدسه لعيد الفصح المجيد، نتحدث عن رتبه غسل الارجل خميس الاسرار. كل عام وانتم بالف خير، وموعدنا بتجدد برفقتكم صباح يوم السبت وحلقه خاصه لمناسبه عيد الفصح المجيد، خليكم معنا.